قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يا قوم قد بان الطريق فهل ترى، أزف الرحيل إلى زرى أمجادي، سيروا على سنن الأبات وشمروا حذرا، فما في الدرب غير قتادي، أدوا الأمانة قبل ألا تملكوا إلا البكاء وحرقة الأكباد، أدوا الأمانة قبل ألا تملكوا إلا البكاء وحرقة الأكباد. إني أرى أيامكم قد أصبحت حبلى وأرقب ساعة الميلاد، وتوغلوا في كل درب نافع، لا تتركوا الميدان للأوغاد، كم منهل عذب وكم من مورد للخير يشكو قلة الوراد. رب النفوس على الثبات سجية عند الحوادث فالخطوب غوادي، رب النفوس على الثبات سجية عند الحوادث فالخطوب غوادي، وتريثوا فالنصر ليس بخطبة تلقى وليس بوفرة الأعداد. ما قلة الأعداد نشكو، إنما تشكو الكتائب قلة الإعداد، حتى إذا زكت النفوس وهيئت للنصر جاء النصر كالمعتاد. تأتي البشائر بعد طول مشقة كالغيث بعد البرق والإرعاد، تأتي البشائر بعد طول مشقة كالغيث بعد البرق والإرعاد. اللهم أنزل علينا من رحماتك وبركاتك ونصرك وتأييدك في رمضان، في هذا الشهر الفضيل. قال الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ما هذا المثل؟ ما أروعه؟ ما أجمله؟ ما أبدعه؟ الله نور السماوات والأرض، الله نور وحجابه النور. بدأ الله تبارك وتعالى بنور نفسه: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره
كمشكات، والمشكات هي القوة التي تكون في الحائط أو في الجدار، فيها مصباح، المصباح في زجاجة، والزجاجة تحمي المصباح وتغلفه وتجعل إضاءته نيرة مجتمعة، وكذلك القوة تجمع النور وتوحده. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، والزيتون هو أصفى وأنقى الزيوت، شجرته لا شرقية ولا غربية، بل هي متوجهة إلى ضوء الشمس طيلة النهار، تأخذ من ضوء الشمس مباشرة، يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء. يا الله، الزيت يضيء من نفسه من دون أن تمسه النار. إي والله، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، نور الزيت، والنور الذي يشتعل به الزيت حينما تمسه النار. ما هذا المثل؟ انتبهوا، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الله عز وجل يضرب الأمثال للتفكر والاعتبار. قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: هذا نور الإيمان في قلب العبد المؤمن، ونور القرآن، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. طيب، ومن لم يهده الله إلى نوره، ومن لم يجعل الله له نورا، فما له من نور؟ هكذا أخبر ربنا تبارك وتعالى في نفس السياق، في نفس الآيات: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الله عز وجل سمى القرآن نورا، قال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وسمى الإيمان أيضا نورا، قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه. أحياه الله تبارك وتعالى بالإيمان بعد أن كان ميتا بالكفر، فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، لا يستوون عند الله. الله عز وجل سمى القرآن نورا، وسمى الإيمان نورا، وقال تبارك وتعالى: وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، ويجعل لكم نورا تمشون به. وماذا يفعل هذا النور في قلب العبد المؤمن؟ ما فائدة هذا النور في هذا القلب؟ إن هذا النور في قلب العبد المؤمن يحدث عنده البصيرة، يحدث عنده البصيرة. وما أدراك ما البصيرة؟ البصيرة ما البصيرة؟ البصيرة هي بصر القلب. أليس في رأسك عينين تبصر بهما الأشياء؟ كذا القلب له أعين يبصر بها الحقائق. البصيرة هي قوة القلب المدركة لحقائق الأشياء. البصيرة ما البصيرة؟ البصيرة هي هذا النور
الذي يجعله الله تبارك وتعالى في قلبك تبصر به الحقائق في مدلهمات الفتن والخطوب. أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن أنها كقطع الليل المظلم، قطع الليل المظلم ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، كيف يبصر الإنسان وليس له نور في قلبه يبصر به؟ الله عز وجل يقول عن يوم القيامة، وكلكم يحفظ هذه الآية: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هل تظن يا عبد الله أن المراد من هذه الآية هو بصر العين؟ أخطأت إذن والله. فكشفنا عنك غطاءك يعني غطاء قلبك حينما تحق الحقائق في يوم القيامة، فيبصر الإنسان الأشياء على حقيقتها، يعرف الحق من الباطل، ويعرف الهدى من الضلال، ويعرف الغي من الرشاد، وحتى تميز بين البصر والبصيرة. فالبصر جمعه أبصار، والبصيرة جمعها بصائر. أليس الله تبارك وتعالى قد قال عن القرآن: قد جاءكم بصائر من ربكم، بصائر من ربكم تستبصرون بها، تعرفون بها الخير من الشر، الهدى من الضلال، الغي من الرشاد. البصيرة، ما أحوجنا إلى البصيرة في هذا الزمان الذي انطفأت فيه أنوار البصيرة إلا من رحم ربك، وقليل ما هم، وقليل ما هم. فتاه الناس في ظلمات الفتن، وصاروا يتخبطون في آرائهم وأفكارهم وتوجهاتهم وقناعاتهم، بل ربما في مواقف سيكتبها التاريخ ربما بالخزي والعار على أصحابها إلى يوم الدين، إلى يوم يلقون ربهم تبارك وتعالى فيسألهم: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. هذه هي البصيرة التي نحن أحوج ما نكون إليها في هذا الزمان الذي نعيشه. البصيرة، البصيرة التي تجعل الإنسان يحسن يتفرس، يحسن يستعمل، يحسن يضع ثقته في الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن مسعود فيما نقله ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: أفرس الناس ثلاثة، والفراسة نتاج وليدة من البصيرة: الفطنة والفراسة والتوسم، نتاج من نتائج البصيرة، النور الذي يجعله الله تبارك وتعالى في قلب العبد المؤمن. اللهم ارزقنا البصيرة. أفرس الناس ثلاثة. عزيز مصر حينما قال لامرأته عن يوسف عليه السلام: أكرمي مسواه، أكرمي مسواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، ولقد صدقت فراسته. فيوسف نبي الله الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، كان بركة على مصر وأهلها وأهلها. والثاني ابنة الرجل الصالح التي قالت لأبيها في موسى: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه امرأة بصيرة، بصيرة. أليس يقال للرجل الضرير إنه بصير؟ لماذا؟ العلماء يقولون أن هذا يقال على سبيل الضد، وبعضهم يقول لا. ولماذا قالوا بصير ولم يأتوا بها
على الجمع المعروف للبصر أبصار، قالوا لأن الله تبارك وتعالى كأن هذا دعاء له أن ينير الله عز وجل بصيرته. أليس الله تبارك وتعالى يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لهم أعين لا يبصرون بها. البصر الحقيقي هو بصر القلب. والثالث أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، حينما ولى عمر على المسلمين ولم يجعل الأمر شورى ولم يجعل الأمر ديمقراطية ربما يضيع الناس بها، ولم يجعل الأمر إلى من بعده يختار، بل اختار للمسلمين عمرا ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما كان أبصره، ما كان أفرسه، ما كان أشد توسمه. الصديق كما يقول ابن القيم هو أكثر الناس بصيرة في هذه الأمة، ومواقفه معروفة وكثيرة لا تحتاج إلى كثير بيان، ويكفي موقفه في يوم الإسراء والمعراج حينما جاءه الملأ من قريش يزعم محمدا، يقولون أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في يوم ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا، فقال لئن كان قال لقد صدق، فصدقه ولم يسمع منه، فصار صديق هذه الأمة. ومواقفه في إنفاذ جيش أسامة وهو يقف في وجه الصحابة المعارضين له يقول لهم والله والله لو أن السباع حول المدينة، لو أن الطير تخطفني وأن السباع من حول المدينة وأن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أصر على حرب المرتدين. مواقفه كثيرة، وأبصر الناس بعده عمر. وأنتم تعرفون عمر وما له من المواقف. يقول ابن القيم رحمه الله يكفيه في هذا موافقته لكتاب الله عز وجل في المواطن المعروفة. عمر رضي الله عنه كان عنده بصيرة عجيبة رضي الله عنه وأرضاه. دخل عليه قوم من مذحج، قبيلة من قبائل العرب، فصعد عمر رضي الله تبارك وتعالى فيهم النظر، ثم جاء إلى رجل منهم وقال من هذا؟ قالوا هذا مالك ابن الحارث الأشتر. قال ما له قاتله الله؟ إني لأرى للمسلمين منه يوما عصيبا. من أين عرف عمر؟ وأين له؟ وأنى له؟ عمر صاحب البصيرة نور ألقاه الله تبارك وتعالى في قلبه. هذا الرجل كان له بعد ذلك في الفتنة بأس شديد على المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. دخل عليه يوما رجل فصعد أيضا فيه النظر وقال إن لم يخب ظني فإن هذا الرجل كان يعمل بالكهانة في الجاهلية. فلما جلس إليه سأله عمر فقال يا أمير المؤمنين ما استقبلت أحدا من جلسائك بمثل ما استقبلتني به؟ قال لقد كنا في الجاهلية على أشد من هذا، لكن أخبرني عما سألتك عنه. قال صدقت يا أمير المؤمنين، كنت في الجاهلية أتعاطى الكهانة أو أعمل بها. أي شيء هذا؟ نور، نور يلقيه الله تبارك وتعالى في قلب العبد المؤمن.
فيبصر به الحقائق، يبصر به الأشياء على حقيقتها من وراء الحجب في زمان الفتن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أصحاب البصيرة من علماء المسلمين ممن حكي عنه أشياء، بل قالوا لو صنفت في هذا التصانيف لجمعت مجلدات، الشافعي رحمه الله. الشافعي له موقف في حياته إذا تأملته والله عجبا من العجب. ما هو؟ في لحظة وفاته وهو يجود بنفسه يفارق الحياة، جاءه الناس يسألونه: إلى من تعهد بعدك يا إمام؟ إلى من؟ وكان الشافعي رحمه الله قد آخى محمد ابن عبد الحكم، وكان يقربه وكان ينبسط له أكثر من بقية أصحابه رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. فاشرأب محمد بن الحكم ورفع رأسه ينتظر أن يشير إليه الشافعي رحمه الله، لكن الشافعي ببصيرته قال: أعهد بعدي إلى أبي يعقوب البويطي. لماذا؟ لأنه وإن كان أقل من محمد بن الحكم في أخذ المذهب عن الشافعي والعلم الذي عند الشافعي، لكنه كان أدين، كان أورع، كان أزهد في نظر الشافعي رحمه الله. ما الذي حدث بعد ذلك؟ حزن محمد بن عبد الحكم وأضمر في نفسه وترك مذهب الشافعي وتحول إلى مذهب مالك. صدقت فراسة الشافعي، صحت بصيرته، فاختار للمسلمين من يصلح، من حين يسأل بين يدي الله عز وجل عنه يقول: يا رب، اخترت لهم القوي الأمين، اخترت لهم ذا الديانة. الشافعي جلس في صحن الكعبة، في جوف الكعبة مع محمد بن الحسن، فمر عليهما رجل فقال أحدهما: أراه نجارا، وقال الآخر: أراه حدادا. فبادر رجل من جلسائهم فتتبع الرجل فسأله عن حرفته ومهنته، قال: كنت نجارا وأنا اليوم حدادا، كنت نجارا وأنا اليوم حدادا. أي بصيرة هذه؟ أي بصيرة هذه؟ أي فراسة؟ أي نور في قلب العبد المؤمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم. والحديث في الصحيح للألباني ورواه الطبراني: إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم. والحديث الآخر وإن كان فيه ضعف إلا أن معناه صحيحا وهو عند الترمذي: اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله عز وجل. إي والله، وإن كان ضعيفا لكنه صحيح. المؤمن يرى بنور الله عز وجل الأشياء على حقيقتها. وقد رأينا علماء في هذا الزمان باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل باتباع للهوى، ربما بعرض من الدنيا، لعاعة من الدنيا يسيرة، ربما بممالاة الحكام والأمراء وذوي السلطة، ربما بالخوف من بطشهم وبأسهم وشدتهم. والأجدر بهم والأولى أن يصدعون بالحق، أن يصدعوا بالحق، فهم العلماء. لكنهم بهذا ليسوا علماء، بالخوف ربما، وليس لهم عذر بين يدي الله عز وجل. قد رأينا في هذا الزمان أيضا
دعاة وأصحاب مناصب وجهاء يشار إليهم بالبنان، يتخذون مواقف ما أنزل الله بها من سلطان. لا ندري والله، هل ذهبت البصيرة؟ أفي كل مرة لا يعقلون؟ وما هذه المواقف التي يسطرها التاريخ بالعار والشنار على أصحابها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. باجتهاد خاطئ ربما، بدرء أعلى المفسدتين وارتكاب الأخف، زعموا ربما بتقليل الشر ولا نوره قد قل، ربما إنا لله وإنا إليه راجعون. رأينا كثيرا من الناس يتبعون الباطل، يسيرون كأصحاب القطا كالفراش الذي يتهافت على النار فتحرقه ثم يحاول أن يفر فيتقحم في النار مرة أخرى فيسلم قلبه وعينه وأذنه لوسائل إعلام مضللة تعبث به وهو لا يشعر، تأخذه عن الحق، تطفئ نور بصيرته. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهؤلاء وأمثالهم، ولا والله لا عذر لهم عند الله، نهدي لهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحمد والحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: أمراء يكونون من بعدي يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، من دخل عليهم فصدقهم بما يقولون. انتبه، من دخل عليهم فصدقهم بما يقولون، فصدقهم على كذبهم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم. فهؤلاء ليسوا مني ولست منهم ولا يريدون حوضي يوم القيامة. انتبهوا يا عباد الله، من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يريدون علي حوضي، ومن كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم ويريدون علي حوضي. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: والشاهد صدقهم بكذبهم. قد ترى كثيرا من الناس تنكشف له الحقائق وتقام عليه الحجة ويرى، لكنه لا يريد أن يرى، ويسمع لكنه لا يريد. قد غطى على الشمس بكمه وهو لا يعلم أن من وراء كمه أرض الله الواسعة. قد صد أذنه عن الحق، أبكم أصم، لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم نور قلوبنا بالإيمان والقرآن، وارزقنا البصيرة، إنك أنت الجواد الكريم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، فإنكم ربما تسألون: كيف لنا بهذه البصيرة؟ كيف لنا بإضاءة القلب حتى يبصر الحقائق، حتى يبصر الأشياء على حقيقتها، حتى يعرف الهدى من الضلال، حتى يعرف الغي من الرشاد، حتى يبصر؟ اللهم أنر قلوبنا بالإيمان.
لا نستطيع أن نتكلم على السبل والوسائل التي إذا تعذر أن نتكلم عن السبل فإن البصيرة وربما من هذا تأخذون السبل فإن البصيرة تتكون لدى المؤمن من آثار خمسة. الأول أثر كلمة التوحيد لا إله إلا الله وتحقيقها في قلب العبد المؤمن بشروطها من العلم واليقين والقبول والصدق والإخلاص والمحبة والانقياد. فاعلم أنه لا إله إلا الله أثر كلمة التوحيد وما تحدثه في قلب العبد المؤمن. وهذه إشارات سريعة. الأثر الثاني أثر ترك الذنوب والمعاصي. أثر ترك الذنوب والمعاصي والندم على كل ذنب يحدثه الإنسان وعقد العزم على عدم العودة إلى هذا الذنب. الأثر الثالث العمل بطاعة الله عز وجل، إقامة القلب والجوارح على مرضاة رب العالمين، إقامة القلب والجوارح على مرضاة رب العالمين. فلا يجدك الله تبارك وتعالى حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، واجتهد في هذا. والأثر الرابع أثر العلم، العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتفقه فيهما. والأثر الخامس هو أثر بذل الجهد في نصرة الحق، في نصرة الحق، بذل المجهود في نصرة الحق وتبليغ هذا الحق للناس وتبليغ دين العالمين، دين رب العالمين للناس أجمعين، حمل هذا الهم وبذل المجهود لأجله. هذه آثار خمسة إذا تحققت أضاء القلب من جنباته، صار القلب بصيرا، كشف عنه الغطاء في الدنيا قبل الآخرة، فأبصر الأشياء على حقيقتها واتخذ المواقف الحسان في أحلك اللحظات وفي أزمنة الفتن التي تموج كموج البحر اللجي الذي ظلماته بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. وإذا استعصى عليك شيء أو حرت في أمر أو التبست عليك الأمور فاستعن بمولاك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره يدعو من الليل ويقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والله تبارك وتعالى لا يخيب عبدا دعاه ورجاه بقلب حاضر وحس صادق ولسان ملهوف. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكشف عن بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احقن دماء المصريين خاصة ودماء المسلمين عامة، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا،
اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم إنهم سعوا للفرقة بين المسلمين وفرقوا، اللهم ألف بين هذه القلوب كما ألفت بين قلوب المؤمنين من قبل، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا هداة مهتدين، اللهم ولِّ علينا خيارنا ولا تولِّ علينا شرارنا، اللهم لا تولِّ علينا الظالمين، اللهم لا تولِّ علينا الظالمين، اللهم لا تولِّ علينا الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مكِّن لدينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.